بنك النادي الكويتي. هالنادي توه تبطل وصار تقريبا اقل من شهر. انا الفايس بريزيدنت وصديقتي دان سلاحي هي البريزيدنت. فكرتنا من هالنادي انه هو نجمع كل الطلبه الكويتيين اللي باريزونا خاصه اللي بتمبي تحت محيط جامعتنا، وهم نستقبل كل الجناسي ونستقبل كل الكويتيين في بلاد ثانيه، وكل ايفنتاتنا راح تكون ان شاء الله دعوه عامه. وهالفكره انه نجمع الكويتيين ونوخر منهم شعور يعني الغربه، وبنفس الوقت انه نعطيهم نشاطات اكثر ونعرفهم على بعض. واليوم كان اول ايفنت حقنا، اليوم كان احتفال بعيد الوطني، هذا اول ايفنت نسويه بالجامعه عقب صار لنا اسبوعين فاتحين، والحمد لله الحمد لله الايفنت كان وايد سكسسفل، يعني حتى تشوفون البوثات خلصوا كل شيء بالبوثات، الحمد لله حصلنا قبال من وايد كويتيين وايد سعوديين، حتى عندنا امريكان وايد عجبهم الكلب يبون ياخذون صورنا ويوزعون، وهذا شيء انا اعتبره شيء وايد زين، والحمد لله ان الله وفقنا، وان شاء الله البنكات الجايه تكون احسن.